نعم مشاهدينا، في خبر عاجل أعلنت قيادة الجيش عن تحرير المخطوف السعودي الذي خطف في لبنان فجر الأحد. فجر يوم الأحد أعلنت السفارة السعودية في لبنان تلقيها بلاغاً عن فقدان أحد المواطنين السعوديين. مصادر أمنية أكدت للجديد بأن الاتصال فقد مع المواطن السعودي مشاري المطيري عند الساعة 4 صباحاً بعد خروجه من أحد المقاهي في منطقة لبيال. وأفادت المعلومات بأن المفقود يعمل لصالح الخطوط الجوية السعودية منذ سنوات. وفي مداخلة مع قناة العربية كشف وزير الداخلية بسام المولوي أن حركة الاتصالات وكاميرات المراقبة الممتدة في بيروت ومحيطها أشارت إلى أن هاتف المطيري تنقل بين أكثر من منطقة في بيروت، وهذا يدل على عمل معين لدى الفاعلين. وبحسب المصادر إن ملثمين نقلوا المخطوف بسيارة رباعية الدفع من نقطة الخطف إلى منطقة القصر الحدودية المحاذية للحدود اللبنانية السورية قرب الهرمل. أحب طمنكم المخطوف السعودي تمكنت مديرية المخابرات من تحرير وتوقيف عدد من الخاطفين. هذا وأعلنت قيادة الجيش اللبناني عبر موقعها على تويتر أن دورية من مديرية المخابرات تمكنت من تحرير المخطوف السعودي مشاري المطيري بعد عملية نوعية على الحدود اللبنانية السورية. وبحسب معلومات الجديد أن عمليات المداهمة استمرت طيلة ليل أمس في منطقة شراوني في بعلباك في النقاط التي تمت بصلة لمقربين من الخاطفين، وكذلك مداهمات في مناطق أخرى مع تحرك القوات الخاصة لمديريات المخابرات، وعلى إثرها تم توقيف 7 أشخاص بين متورطين بعمليات الخاطف وبين متورطين جزئياً. مصادر الجديد أكدت أن المحرر السعودي لا يزال حتى إعداد هذا التقرير لدى مديريات المخابرات في الجيش، وعملية التحقيق مستمرة معه لمعرفة تفاصيل الملف. نحن بنهني القوى العسكرية والقوى الأمنية، ونحن مثل ما قلنا امبارح باتصالنا مع قائد الجيش انه نحن عم نشتغل بتكامل جهود وتوحيدها. تكامل الجهود وتوحيدها ادى اليوم لثمره ايجابيه، لثمره جيده، هي تحرير المخطوف السعودي من قبل مخابرات الجيش بمنطقه البقاع، وهيدا العمل الانجاز الامني السريع ما كان صار لولا إيماننا كلنا، القوى العسكرية والقوى الأمنية بالدولة بالأمن والأمان لكل اللبنانيين ولكل المقيمين على الأراضي اللبنانية ولا سيما العرب والسعوديين. وبعد هذا الإعلان توجه السفير السعودي وليد البخاري بالشكر إلى قيادة الجيش وقوى الأمن وشعبة المعلومات، وثمن تعاون جميع القوى وعلى رأسهم وزير الداخلية وقائد الجيش لإنجاز هذا الملف وإنقاذ المواطن السعودي. بدوره نوه رئيس مجلس النواب نبيه بري بالجهود التي بذلتها قيادة الجيش والقوات الأمنية في هذا الإطار، داعياً لمتابعة هذه الجهود لإلقاء القبض على المتورطين. كما جدد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تأكيد الإصرار على ضبط الوضع الأمني وعدم السماح بحصول أي تهديد يطال أمن اللبنانيين والرعايا المتواجدين في لبنان، وهنأ الجيش على الجهد الكبير الذي بذله للإفراج عنه وتوقيف المتورطين في عملية الخطف.